أستاذة غادة تتفضل. أستاذة غادة، ألو ألو، ألو، اتفضلي يا ازيك أستاذة يا غادة. الشيخ؟ الحمد لله، اتفضلي. حضرتك، هو أنا ليا سؤالين. اتفضلي. أول سؤال، أنا دايما بخاف من الموت، وبحلم نفسي إن أنا بموت دايما وبخاف، ووقت ما بصحى بحس نفسي إن أنا مخنوقة ومش قادرة أخد نفسي. ده قريب ولا من زمان يا أستاذة غادة؟ لأ، بيحصل معايا من بعد ما اتجوزت. أنا متجوزة بقالي 2 ونص، يعني الحاجة دي بتحصل معايا من ساعة ما اتجوزت، إن أنا بحلم بالموت وبخاف أوي من الموت، بخاف من سيرته، فبتحصل معايا بعد ما اتجوزت. طيب، دوت من 2 ونص. دي بتحصل معايا من ساعة ما اتجوزت، ولما بصلي ممكن أفضل أصلي مثلا شهر، وبعدين أول ما أجي أصلي أحس إن إيه، إن مثلا بتوب أنا وبصلي كتير أوي، بحس نفسي إن أنا اتخنقت وبنزل مع ده السؤال ده السؤال التاني صح؟ لأ، دي تكملة السؤال. وفي طيب. السؤال التاني، ان انا بحلم باي حاجه تتحقق معايا، اي حلم بحلمه طيب. بيتحقق، ممكن يتحقق بعدها بيومين، بعدها باسبوع، بس اهم حاجه ان هو بيتحقق معايا. طيب استاذ غدا، ربنا يفتح عليكي، يعني دي منه من ربنا سبحانه وتعالى، ان الواحد لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه فيحلم بحاجه تتحقق، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. بس مش معنى ان هو فضل من ربنا ان احنا نعمل ايه، نعتبره هو دوت قضاء ربنا، يعني ما يعتبرش ان اللي انا اشوفه ده لازم يتحقق، لا خالص، ده منا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون عايز يطمئن قلبك بسبب الحاجه الاولانيه ديت اللي هي الخوف من الموت، ده ان ربنا بيطمئن قلبك ان انت عشان يطيب خاطرك. فاللي احنا هنشوفه مش هننتظره، عندنا 3 حاجات، اللي احنا هنشوفه ده مش هننتظر ان هو يحصل، ما نخافش لما نشوف حاجه، ما نخافش ان هي لازم هتحصل. الحاجه الثالثه، ان اللي احنا هنشوفه دوت مش لازم نغير الأحداث ونلفها لغاية ما تبقى كأن دوت حصل، لأن دوت اللي بيحصل دوت، إن الواحد يشوف حاجة فتحصل، ديت مش مكانها من عند ربنا، ده هبة من ربنا، وممكن تكون تنفع إنسان وممكن تكون ضغط على إنسان. طيب الحاجة التانية اللي أنت سألتيه، أنا شايف إن المسألة ديت مسألة محتاجة إن أنت شوية تقعدي مع زوج حضرتك وتكلميه هو أنت محتاجة إيه يعمله عشان تحس بالأمان، ودوت مهم جدا جدا جدا. انت محتاجه تقعدي مع زوجك عشان تحس بالامان، ولو ان القعده دي ما جابتش نتيجه تعالوا لنا على مركز الارشاد الزواجي بدار الافتاء المصريه ونتكلم، لان واضح جدا جدا ان الخوف ده سببه شيء يتعلق بالزواج، ده خوف قديم ظهر لما اتجوزتي، فعشان كده محتاجين نتكلم شويه ازاي الخوف ده يروح.